رجب طيب أردوغان ولد في 26 فبراير 1954، وهو رئيس تركيا الثاني عشر والحالي منذ 28 أغسطس 2014. ده أردوغان. كان أردوغان لاعب كرة قدم شبه محترف بين عامي 69 و 82، وكان يلعب لصالح نادي قاسم باشا، وذلك قبل أن يتم انتخابه عمدة لبلدية مدينة اسطنبول من قبل حزب الرفاه الإسلامي في عام 94. وفي عام 98 اتهم أردوغان بالتحريض على الكراهية الدينية، وتم إيقافه من منصبه وحكم عليه بالسجن لمدة 10 أشهر. اتهم بالكراهية الدينية. ولد أردوغان في 26 فبراير 54 في اسطنبول، تعود أصوله إلى مدينة طرابزون. نشأ أردوغان في أسرة فقيرة، فقد قال في مناظرة تلفزيونية مع دينيس بايكال رئيس الحزب الجمهوري، ما نصه: لم يكن أمامي غير بيع البطيخ والسميط في مرحلتي الابتدائية والإعدادية كي أستطيع معاونة والدي وتوفير قسم من مصروفات تعليمي، فقد كان والدي فقيرا. زوجته أمينة جولبران أردوغان هي زوجة رئيس الجمهورية التركي رجب طيب أردوغان. هنشوف أسرار عنها. ديت أمينة زوجة أردوغان. ولدت السيدة أمينة أردوغان في 21 فبراير 1955 في إسكودار في إسطنبول من عائلة تنحدر من أصول عرقية عربية من مدينة سعرد وتسمى بالتركية سرت. هي الابنة الخامسة للسيد جمال والسيدة كولبران. تخرجت من الثانوية المهنية بإسطنبول والتحقت بمدرسة مدحت باشا المسيحية للفنون، إلا أنها لم تكمل دراستها ولم تتخرج منها. تزوجت من رجب طيب أردوغان في 4 فبراير 78 على الرغم من كونه من عائلة فقيرة وأصول جورجية، وأنجبت منه 4 هم نجم الدين: بلال، أحمد براك، سمية، وإسراء. هنا مع زوجها أردوغان. تعتنق السيدة أمينة أردوغان الإسلام كديانة لها، وكذلك زوجها وأبنائها. اضطرت السيدة أمينة أردوغان إلى ابتعاث بناتها الأربع للدراسة في الخارج في جامعات أمريكية بسبب منع الحجاب في المدارس التركية قبل تولي زوجها منصب رئاسة الوزراء. وقد أثارت تصريحات أمينة أردوغان موجة جدل واسعة بعد وصفها نظام الحرملك الذي كان موجودا خلال فترة الدولة العثمانية بأنه كان مؤسسة تعليمية أعدت النساء للحياة. يشار إلى أن هذه التصريحات جاءت بعد تصريحات زوجها أردوغان التي أكد فيها أن المرأة أم في النهاية. وقد نقلت صحيفة حريت التركية عن أمينة أردوغان قولها بأنها كانت تربطها صداقة قوية مع أسماء عاقلة الرئيس السوري بشار الأسد. أنا مع أسماء بشار الأسد. وأضافت: لكن الأحداث الدموية والمأساة الإنسانية في سوريا أذهلتني وألمتني كثيرا، وتركت أسماء الأسد خيبة أمل كبيرة لدي مع العلم أنني فتحت لها قلبي. وتابعت زوجة أردوغان في حديثها: بعثت برسالة لأسماء الأسد خلال شهر أغسطس وطلبت منها الاتصال للتطرق بشأن الأوضاع في سوريا، ولكنها مع الأسف لم ترد علي حتى يومنا هذا، واستغربت لتصرفها. نعم، نحن كنا بالفعل أصدقاء ولا يوجد بيننا أي بروتوكول، واستضفتها لعدة مرات مع والدها ووالدتها وأطفالها، وكنا نسافر لسوريا على الأقل 3 مرات بالسنة. هنا مع أوباما ومراته. من ناحية أخرى، احتفل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بزواج ابنته الصغرى سمية من الشاب سلجوق بيركدار الذي يعمل في صناعة الطائرات من دون طيار. هنا بنته الصغرى سمية مع زوجها. وفي مايو 2016 في اسطنبول تحت إجراء أمنية مشددة، وقالت مصادر صحفية تركية بأن الزفاف حضره حوالي 6000 شخص، فيما نشرت صور للعروسة التي تبلغ من العمر 30 سنة.
العروس سمية أردوغان خريجة كلية الاقتصاد في لندن وحاصلة على شهادة البكالوريوس في علوم السياسة من جامعة إنديانا الأمريكية. فكانت تعمل مستشارة لحزب العدالة والتنمية في مجال السياسة الخارجية عندما كان والدها رئيسا للوزراء في تركيا، لكنها توقفت عن العمل كمستشارة للحزب بعد أن تولى والدها أردوغان الرئاسة للجمهورية سنة 2014، وهي الآن تشغل منصب نائبة رئيسة جمعية النساء والديمقراطية الإسلامية التي تهتم بالدفاع عن حقوق المرأة. هنا سمية مع زوجها سلجوق بيرقدار. في 29 من يناير 2009 غادر أردوغان منصة مؤتمر دافوس احتجاجا على عدم إعطائه الوقت الكافي للرد على الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز بشأن الحرب على غزة، بعد أن دافع الرئيس الإسرائيلي عن إسرائيل وهاجم حماس وتكلم عن موضوع صواريخ القسام التي تطلق على المستوطنات وتساءل بصوت مرتفع وهو يشير بإصبعه عما كان أردوغان سيفعله لو أن الصواريخ أطلقت على إسطنبول كل ليلة، وقال أيضا إسرائيل لا تريد إطلاق النار على أحد، لكن حماس لم تترك لنا خيارا. رد أردوغان على أقوال بريز بعنف وقال إنك أكبر مني سنا، ولكن لا يحق لك أن تتحدث بهذه اللهجة والصوت العالي الذي يثبت أنك مذنب. وتابع أن الجيش الإسرائيلي يقتل الأطفال في شواطئ غزة، ورؤساء وزرائكم قالوا لي أنهم يكونون سعداء جدا عندما يدخلون غزة على متن دباباتهم. ولم يترك مدير الجلسة الفرصة لأردوغان حتى يكمل رده على بريز، فانسحب رئيس الوزراء التركي بعد أن خاطب المشرفين على الجلسة قائلا شكرا، لن أعود إلى دافوس بعد هذا، أنتم لا تتركونني أتكلم، وسمحتم للرئيس بريز بالحديث مدة 25 دقيقة وتحدثت نصف هذه المدة فحسب. وأضاف أردوغان في المؤتمر الذي عقد بعد الجلسة أنه تحدث 12 دقيقة خلال المنتدى، كما تحدث الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى بدورية 12 دقيقة، غير أن بيريز تحدث 25 دقيقة، ولما طلب التعقيب عليه منعه مدير الجلسة. منحته السعودية جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام لعام 2010، وقال عبد الله العثيمين الأمين العام للجائزة أن لجنة الاختيار لجائزة خدمة الإسلام التي رأسها في ذلك الوقت ولي العهد السعودي الأمير سلطان بن عبد العزيز اختارت أردوغان لقيامه بجهود بناءة في المناصب السياسية والإدارية التي تولاها. سبحان مغير الأحوال. وقد تم منحه شهادة دكتوراه فخرية من جامعة أم القرى بمكة المكرمة في مجال خدمة الإسلام بتاريخ 1431 هجرية.